كابتن ناصر، أول شيء هارد لك. الميناء اليوم صراحة شباب قدموا، خاصة في الشوط الثاني. أكثر نقطة يمكن كنا نتكلم بها أنا وياك في المباريات السابقة هي ضياع الكثير من الأهداف، واليوم يعني ما سجل ميناء المقابل استقبل من مرتدات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أول شيء مبروك لنادي الكر، خالد لك الفريق له. نشكر اللاعبين صراحة على المباراة القتالية والبطولية اللي قدموها. تعرف ضغط المباريات، لاعبين شباب، العدد اللي متواجد به الفريق، كل هذه الأمور يعني شغلات صراحة جاي تولد علينا ضغوطات ككادر تدريبي. أنت بدورك كمدرب حسن احمد او احنا ككادر تدريبي، انت اللي واجبك ككادر تدريبي توصل الفريق للهدف. احنا في كل مباراه نوصل للفريق للهدف اكثر من 5 فرص 6 فرص محققه، عكس يعني عكس الفرق الاخرى، لكن تحصل عندنا بعض الهفوات في اخطاء بسيطه. اليوم انا توقعت، يمكن حكيت ويا الاخوه الكادر بعد ضياع الفرص التاليه، قلت راح يدخل علينا هدف ما ملعوب وهدف من خطا، يعني ما راح اتوقع على يعني على ضوء المباراه، مرات تقرا المباراه شفت يعني حصل علينا هدف. بعض الامور مرات تعرف الخطا اللي صار بدايه المباراه من حارس شاب، لازم الجمهور يدعمه، لازم احنا ندعمه، تصير تحصل في افضل المنتخبات وافضل الحراس. ما كنا نستحق صراحه الخساره. وعندي نقطه يعني ملاحظه صراحه على الاخوه في لجنه الحكام، انا دائما من الداعمين للحكام، احاول دائما اني اصرح تصريحات متوازنه، ندعم حكامنا، حكامنا بهم الخير والبركه، نثق بقدراتهم، لكن في بعض الاحيان اكو امور يعني بسيطه. او حتى لجنه الحكام، اليوم انت خليت حكم فار من محافظه الكربلاء المحترمه الاخ فايد اخونا وصاحبنا، لكن من نادي كربلاء المنافس انه قريب علينا في النقاط، هاي مرات تولد ضغط عند اللاعبين، تولد ضغط عند الكادر التدريبي، تولد ضغط حتى عند الاداره. فاحنا بعيدا عن هاي الامور وبعيدا عن الكلام القال والقيل، فانا اختار الكادر اللي مبتعد عن هاي المحافظتين. اليوم تلميناه يلعب مثلا ويا النجف، ابعد الطاقم التحكيمي من هذه المحافظات لا اكثر ولا اقل. شوف الفار يوم ظلمكم، يعني تعجبنا على حالات كثيره، يعني صراحه صار لنا جزاء رجعوا للفار او ساي، صار لنا حاله مشكوك بيها ما رجع للفار، صار لنا حاله ثانيه ما رجع للفار على شيء بسيط متوقعين انه مو جزاء، نادى الحكم وقال له تعال شوف الحاله واحكم عليها، وهي مو جزاء ولا قريب على اللاعب، يعني اللي علينا ينادي بالحكم. الحالات اللي لنا على الاقل انت نادي الحكم خلي يشوف، يعني احنا ما طالبين من عندك اكثر شيء، حاله مشكوك بها عندك فار تقدر ترجع لك، نادي الحكم هو صاحب القرار. من مبدا الشفافيه والعداله انه يكون مو علي انا حاله بسيطه تدز على الحكم وحاله الي اكثر من حاله انت جاي يعني ما ترجع لك. هاي الامور ترى تحصل عاديه طبيعيه، لكن احنا نقول اخواننا الحكام داعمين لهم، نشد من ازرهم، لكن يا اخواننا يا لجنه الحكام، اذا فرق قريبه بالتنافس، اذا فرق قريبه لا تخلي من المحافظات القريبه على بعض، لا تخلي حكام لا على الفار ولا طواقم تحكيميه في المباراه، بعيدا عن الكلام والكلام الزايد صراحه. كابتن، لعب مباراتين قادمتين صعبه امام الشرطه. اكيد اكيد. شوف احنا بالبدايه كنا نتمنى يعني ان نوصل مباريات ونقدم مستويات نحافظ بها على كيان الفريق كمجموعه. صراحة تغلب اللاعبين تغلبوا على انفسهم، احنا كادر تدريبي تغلبنا على انفسنا، حققنا النتائج. تعرف انت اي خسارة هسه الجمهور يطالب من عندك المزيد، وكان الجمهور يتمنى ان الفريق مجرد البقاء، هو هذا هدفنا صراحة، هدفنا. لكن تعرف اللاعبين عندهم القدرات، ليش لا؟ ان نكون احنا بنص الجدول، لكن تعرف ضغط المباريات هو جاي ما سمنا، عدم الوجود البديل يعني احنا عندنا هسه بدلاء، لكن بعدهم ما منسجمين في يعني بالمباريات، يحتاج لهم خبره اكثر. تعرف اليوم حتى نزلنا حاتم على مود نكسر حاجز الخوف والرعب عنده، فهذه امور صراحه متعبه بالنسبه لنا ككادر تدريبي، لكن مستمرين ان شاء الله نقدم مباريات افضل، وما زلنا ان شاء الله احنا يعني نراهن على هذول الشباب انهم يقدمون مستويات ونتائج ايجابيه في الفتره القادمه.